من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، ها نحن اليوم نلتقيكم من جديد ومشهد سجلناه لقطات من حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إذ نحن اليوم سنكون وإيضاح مهم جدا لمفهوم التشيع وكيف نكون مصادق للتشيع، ومتى فلنشاهد قصة أمير المؤمنين علي عليه السلام كيف خرج ذات ليلة فمر على مقبرة وحاور من كان في تلك المقبرة. فلنشاهد ونعود أنا وأنتم أحبتي. خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة من المسجد، وكانت ليلة قمراء. من أنتم؟ شيعتك يا أمير المؤمنين. فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟ وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء، حدب الظهور من القيام، خمس البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غبرة الخاشعين. إذن إخوتي أخواتي، فلنأخذ الدرس مما تقدم، إذ إن أمير المؤمنين علي عليه السلام لا يهدف أبداً في كلامه المبارك إلى تثبيط العزائم، بل يريد منا الاندفاع المدروس نحو تشيع حقيقي يأخذ الأمور من مآخذها السليمة وليس مجرد ادعاء أو تسمية. نسألكم الدعاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.